مباشرة وأجواء حلوة برشا. قلت صغاريت في الاستوديو تبارك الله لما حلوة لما حلوة يعني محلاها وعملوا جو تبارك الله عليهم كلهم عاملين جو. مرحبا. النصائح بإيجاز للمستمعين والمستمعات اللي تعودوا على نحاول بإيجاز سي معز ما فما حاجات يزمنا نصائح في التزويق والديكور. في التزويق احنا المرأة التونسية ياسر ولات بدلنا معناها ولينا نحبوا نتبعوا ياسر الالوان. ايوه. والمرأة التونسية كي تلقى حاجة حلوة في الشارع معناها في الحوانت في تونس تحب تشريها. اي نعم. لكن ما تخممش اندرا اللي عندها في الدار يخرج عليها ما يخرجش يمشي معاها ما يمشيش. احنا ديما نحبوا نشريو ومن بعد نقولوا اي تنلقاو لها بلاصتها هذيك تنحطها في بيت نوم ونحطها في هي هذيك غلطة كبيرة. ما يلزمناش نشريو برشا ألوان ساعة مع بعضهم ونحطهم في الدار كسوا في السالة ولا في البيت النوم. الأكثرية الأكثرية احنا نحاولوا باش نعملوا ديكوراسيون في السالة. في السالة هذيك وجه الدار. وجه الدار عندك المرأة الكوجينة والسالة. الكوجينة والسالة ناخذوا السالة به تعجبها كوسان ديكوراتيف تمشي تشري دونك فينالمون تلقى روحها برشا كوسانات بلوزور موتيف سامحني في الكلمه بلوزور اشكال هندسيه وانواع والعينين تتعب وعينها تولي كي تدخل الدار ما عادش تدخل باش ترتاح تولي تدخل باش تثبت في لي ديتاي علاش خاطر تخو دو كولور دونك عندنا النصيحه الاولى هو ما يلزمكش تخلط الوان برشا. نعم. انت ما تفهمش في الديكور اشري با بلوس كو 3 كولور ثلاثة ألوان ما يلزمكش تفوت ثلاثة ألوان تفوت ثلاثة ألوان تنجم تولي تخلط تنجم تولي تغلط. نعم. تمشي دونك باهي هذه حاجة. ثاني حاجة عنا ياسر احنا نحبوا الحيط أبيض في ديارنا في ديارنا الأكثرية حيط أبيض باهي وليو زادة حتى لي كوفغولي يعملوا أبيض كل شيء أبيض كل شيء أبيض لي تابي ولينا نعملوا أبيض أبيض وكحل أبيض وجري فهمت تولي الأمور فاتحة برشا الدار كي تدخل لها تعمل لك التريستيس تجيب لك الكآبة. الأبيض يعني في العادة هو مش يشرح الصدر. لا كي تبدأ أبيض برشا لا. أيوة. تحب تخلي الحيط كل بيضي الكل بيض أعمل حيط برك وراء السالة مثلا كولور باستيل لون آخر كولور باستيل معناها فاتح مش برشا ولاو يغيروا في الألوان. أما مش كولور غامقة برشا خاطر شوية كونتراست كبير فهمت. هذا كونسي ثاني اللي هو يفو ايفيتي البلون برشا اللوك بلون اللون الأبيض برشا يعني ميلونج نتاع ستيل ستيل كونتومبوران مع ستيل معاصر معاصر مع ستيل سكورديناف ما يمشيش مثلا فهمت ستيل انا مسميته ستيل اينوكس اللي هو مودرن برشا دخل الاينوكس في الدار راهو برشا حاجات يتم تنحى. اي نعم. باهي دخل فيغ فورجي ميسيل يمشي معاه العربي كما قلت مرة الاخرى. اي نعم. باهي حاجه اخرى لي موتيف لي كوسان ولي موتيف في التيسو راهو سي تري امبورطون ايفيتي باش تعمل التيسو نتاع التغليف نتاع القماش نتاع التغليف نتاع الساله كيما الريدو تتجنب اي يلزم واحد يتجنب ما يعملش فرد قماش خاطر فما عباد يعملوا كسوه اي ايوه يعملوا كسوه الريدو الاكثريه كيما 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 الصالون فهمت هو مينة. غلطه كبيره هذيك كسوه اوني ولا بالموتيف واخيرا واخيرا لاكوميلاسيون دي موبل سامحني قلتها بالسوري هاني باش نترجمها تو الاثاث فوق بعضه راهو ماهوش حلو بالكل دونك انت شريت قطعه جديده عجبتك باه تنقص قطعة من الـ من الـ من الـ من السالة هذيك ما يسالش تحطها في بيت نوم ولا تخبيها تهزها لدار أمك تخبيها تهزها لدار أختك في الجراج وقت اللي تقلق من القطعة الجديدة بدل حط قطعة القديمة ترجعها دونك لاكوميلاسيون دي موب لا. كيفاش نتصلوا بك؟ 26 205 075 كالعادة في باج فيسبوك أتوليي بلاغتس ديكو لي كونساي غراتوي كيما العاده نصايح مجانيه يعطيك الصحه نصايح مجانيه شكرا مزود شرفتنا كالعاده نمشيو لخالد ونمشيو للمسات خالد اليوم المشروع قاعد يكبر والحمد لله وقاعد نقولوا احنا الناس ولات تقبل اكثر على مشروعك وعلى الخدمه نتاعك لانه كما يقول مثلا الفرنسي مش لسواد عينيك لقيمه الشيء اللي تخدم فيه افاقك غدوه يعني عندك حلم انك تخرج خارج الحدود والا بديت في الديمارش هذه بديت يعني انك ديجا تسوق في منتوجك خارج الحدود بدينا بشوي بشوي عندنا مده هذه العام الثاني ايوه عندنا شنو الاسواق ثم في امريكا وثم في اوروبا ايوه وشويه في الخليج خاطر كمام الماتير نتاعنا كسوا سمار ولا السعف ولا حلفه معناها يحملوا السخانه يحملوا السخانه الحاجه اللي حكينا فيها في بدايه الحديث ونتصور ناس كل انسان عنده مشروع يفكر فيها هي الجوده
والمنافسة. يعني اليوم كما كان يحكي سي عاطف باش تخرج للمارشي مش سهل يعني. في دارك أو ذقت شوية حلويات ولا بنينة أيام باش نمشي نبيعها وباش نولي ننافس ماركات أخرى سبقتني ماهيش سهلة. كيف كيف نتصور في مجالك أنت باش تطرق أبواب خارج حدود تونس، ناس أكثر إكزيجون، ناس يعني عندهم طلبيات أكثر أو عندهم زداعين أكبر، يعني بالمعنى يقول لك يا أخي أنا باش ندفع عملة صعبة نحب برودوي يكون محترم ويكون فيه جودة كبيرة يعني. وهذا نتصور والحمد لله في الأدراس متاعك يلقاه يلقى ما ي... ثم إشكالية بصفتي كتكنيسيان. أيوة طبعا نحكي بصفة واحد صناعي. أيوة. مش واحد تجر. أي نعم. من ناحية الصناعة تنجم تبيع ما تنجمش تروح مارشي. شو محلها الكلمة تبيع؟ لأنه كي تبيع اليوم بعت لي لك غدا ما يرجع لكش. الإشكالية اللي موجودة معنا في تونس كلها تنجم أنت تبيع لكن مش تروح مارشي لي. باش تروح مارشي سوف دير ثم ديزيتاب واحد اخرين تعديتهم وما يتعديوش بالسهل، ما يتعديوش في عام وفي زوز وفي ثلاثه وفي اربعه وفي خمسه، ثم اللي توصل لمرحله الجوده هذوك ما فيهم ديزيتاب كبيره تبدا من اللي انت تتعامل معاه من الاول. ايوه فهمني، وانت ترسكل فيه لليد العامل اللي تخدمه معاك للفورنيتور اللي انت باش تستعملها زاد كيف كيف لازم يعني زاد ترسكلو. ثنية ما هي سهلة. لا لا ثنية ما هي سهلة، التصنيع عمره ما كان سهل. أيوة. لكنه تولي بلاد عندها قيمة، مش نحكي على صناعي ولا لامارك، البلاد أيوة. تولي عندها قيمة خاطر ما تبدأ عندها قيمة كما تكون عندها تصنيع كبير. بي. كنشوفوا البلاد قاعدة تصنع في ماتير كل شيء عندها داخلي معناها من عندها معناها باش توصل البرة وتنجح البرة تربح مارشي. أيوة. حاجة كبيرة برشا. بيه سي خالد اليوم، وهذا ربما سي عاطف لأنه هذاك اختصاصه، اليوم أنا كتاجر أو غيره في مدينة أوروبية أو في أمريكا ولا غيره نقول لك نحب كل جمعة 100 قطعة، إسكو أنت بالإمكانيات اللي عندك تنجم توفر لي 100 قطعة كل جمعة وإلا مثلا يعني؟ نعطيك إكزامبل زاد صار لي عام 2015، جاي شكون من أوروبا، مانيش في ذكر البلاد. جاي شكون من أوروبا حب ياخذ 5000 قطعة كل شهر. هاي أنا أخذ بشيت يعني كل جمعة 100 قطعة يعني. لا لا كي يجيوك من البرة ما يجيوكش يحكيوش معك بالمية والميتين وبالألف يعني شفر... نحكيو على 60,000 كعبة في العام على 120 ما شاء الله. فهمني خاطر أنا وباللاتولي متاعي الصغيرة ثم بجيكتيف وقت اللي حطيته باش أنا نجم نقول نكمل في الدومين هذا ولا لا حطيت 10,000 قطعة في العام. يعني عليت في البارة يقولوا احنا اي لو كان انا ما نوصلش نعمل 10,000 قطعه في العام نسكروا خير البروجي. باهي كي قال 5,000 قطعه في الشهر 5,000 قطعه قلت له بالمستحيل باش تصير. علاش؟ علاش باش تصير؟ على خاطر في المثمى دي ماتير ما تنجمش انت توفر منهم 5,000 كعبه في الشهر. ما تنجم أيوة. كان 2000 برك 1500 هذه مش ماكينه وتخدم هذه خدمه بلد. وجبت له حتى بالصدفه قلت له لو كان حتى ريت الرئيس بيدو ورئيس الحكومه والنواب بيدهم يظفروا وما نخلطوش ال 5,000 معناها نحكيو على الجمهوريه كامله وهي تخدم. راهو تنجم ليل ونهار ليل ونهار معناها انت تصور الناس كل تظفر وتخدم باش تنجم تربح المارشي اللي لبرا مش سهل. احنا السنين نجربوه في البيت ونقولوا احنا وما مشيتش فيه المشروع يعني لا مش انا مشيت في مشروعي اما ما وافقتش على الوحده المارشي هذاك خاطر لو كان انت تاخذه صحيح هي باش تخمم فلوس تربح فلوس يعني فلوس باش تحكي فلوس تنجم تعمل معها 2000 كعبه من 2000 كعبه اللي باش يوصلوا له باش يوصلوا الكاليتي نتاعهم ماهيش ريت كيفاش ريت كيفاش اي مسؤوليه لازم تبدا معاه فهمت معاه على اساس كونه تبدا باريتاب باريتاب لين توصل مثلا كيما نقولوا ابري دو زون نوصلوا للكونتيتي معين واضح. لكن هذا هو بصفته هو أنا مدفير كبير برشا ما يساعدوش ما يساعدوش جملة موضوع هذا من غير ما تحكي فيه أخرى وما هي. ولو كان نعود ونرجع لو كان أنا جيت نعرف اللي ثم دولة وراي راهو هذا هو بيدو راني هزيته مسنود وقلوا احنا يعني مسنود من الدولة راني نهزه باش نحكي مع الناس هذوما الناس هذوما اللي انت باش تمشي لهم اللي هما مكلفين من الدولة اللي هما عملة صعبة باش تدخل البلاد بالطبيعة كي نحكي ولا عملة صعبة احنا ما ندخلوش في عملة صعبة ندخلو في عملة صعبة بالضبط اما ارقام هذه باش تولي مضاعفة يعني. يعني عندي كليات انا موجودين توا في البوستة يدخلوا نورمال ما عملة صعبة توا ما خرجوا من تونس عندهم شهرين وعشر ايام يعني معلينيش مانيش نحكيو في نعاني في هذا هو هذه اللي زاد يعقد ويعطل ما تنجمش انت تحكي مع واحد تجيب له انت هذه جاتو باش انت تحكي مع الجاتو هو اصله يخدم في الخبز فهمت كيفاش انت باش تحكي مع خبيز باش تحكي مع الجاتو
مع احترامي للخباز ومع احترامي اللي يصنع. نحكيو على الاختصاص، كل واحد اختصاص. لازم الناس اللي انت باش تمشي لهم للديوان نتاع الصناعات التقليديه، والا الوزاره، والا وزاره السياحه، خاطر هما توا يقولوا ديما وزاره السياحه، ما يقولوش وزاره السياحه والصناعه التقليديه. فهمني، ديما الصناعه التقليديه ما نسي. لكن تنجم تجيب فلوس كبيره برشا وتخدم اهم الفلوس لهنا، تخدم ناس كبيره برشا. به نذكروا بصفحتك ورقمك. خالد لمسات، الرقم 55-077-385. مرحبا بهم في كل وقت. اللي عنده زاد حتى فكره زاد نعاونوه، زاد ما ربي يوفقك. نعاونوه. شرفتني برشا. نرجعوا لك. نرجعوا للاخت سميره ريم. سميرة اللي نقولوا احنا اللي فهمتوا من خلال انت اختصاصك واهتمامك أي. انها خدمتها متقونة وفينو. اي عجبتني خدمتها، خدمة الكروشي، واللي الكروشي لسقته الماتير اخرى، معناها خلطته مع ماتير اخرى باش مارياج دوتر ماتير، اللي هو اللوح واللي هو القماش هكا ولا لا. سمير اعطينا فكره بايجاز على خدمتك. ايوه الكروشيه دخلتها في خدمت بها بس ما عرفت الحلفه يساك اللي لعبوها هكا ساك بتاع هكا يسمار، هكا يسمار مسبوق. ايوه معناتها الالياف الطبيعي نتاعنا. دخلت شنو هذيك هكا كاينها طبله ولا محل يساك يساك صغير شكلك الطبله نتاع فلوس. أيوة. انت صغيرات يعني بنوتات. قلت لك دخلتها على البلحلفة، دخلتها بالسمار، دخلت الكروشي بالخيط، ودخلت البوا معهم. المشروع تخدم فيه وحدك وحدي. ما عندكش شكون معاك يعني حرفيات يعاونوا فيك ولبس يعني الحمد لله. الحمد لله. قدش عمره طول المشروع هذا؟ اللوح يصنع لي فيهم واحد ميكرو ناخذ فيهم من حين عند حرفيه مصبوغين في سوسه غادي ناخذ فيهم القروي توا في القصرين، قاعدين في تجارب كبيره برشا للمنتديه. فهمني عندي زيد اصحابي معنا ديزاينر ومختصين كرياتور توا قاعدين الوان مشكل الالوان المشكلة المشكلة في الالوان اي تلقى المشكلة في الالوان في تصبيغة الالوان كما تحبها كما لخارجين توا ونتبعوا لها. قداش عمره المشروع تاع؟ انا عندي 34 عام تالي نخدم كروشيه ونخدم تريست ماكينه ونخدم بوان دو كروا ونخدم ما يقول لك سبعه صنايع والبخت ضايع. لاباس لا لاباس الحمد لله معناتها باش تعلمني الكروشيه وكلمه تقال هي. احنا مشينا لل صفحتك على الانترنت قزقز قزقز سميره قزقز سميره الباج قزقز بوان كروشيه. ورقم تليفونك 55-44-98-37. به يعني انت تو اللي جبت لنا اليوم جبت لنا ذوما الحقائب واليد وشنو الحاجات الموجوده والجبايب وجبايب الكروشيه. فما اقبال؟ شكون نوعيه النساء اللي تجيك يعني اللي يحضروا في روحهم للعروسات؟ للعروسات نتاع حمام عروسه نتاع مناسبات افراح يعني مناسبات نتاع هكا كل يوم الاكثريه. وشنو والسوامق؟ قالوا لي غاليه برشا. لا 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 غاليه 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 ودي عايشه ونحب نعيش من دينار 3000 هكا وصافا. ايه تنجم تقول هيك ايش على في حق الخيط. حق تريز الحلفه اللي ناخذوها كبيبه الحلفه قدك ب 3000 معناتها هكا. انا نتصور الكروشيه راهو ياخذ برشا وقت خدمته في برشا صبر. ايه برشا صبر برشا وقت كيما تريزا اخزر هي كل حاجه كيما تبدعش فيها ما تطلعش فيها انت غرامك وروحك انت للقطعه هيك راهي ما تطلعش كيما تحبها انت. يعطيك صح هذه عشقتها انت مش تاخذها لك اليوم 100% مش جايه قصبه ومش ياخذها لك اليوم اللي هو عاشها. ربي يوفقك وربي يبارك لك اخت سميره وشرفتني برشا برشا برشا. نمشيو لسيرين وباش نرجعوا نسامحوا كلمه الختام للناس الكل لانه عندنا نغم بعد سبور. وشرفتوني برشا كلكم بالحق. سيرين جديدك كل واحنا مركز التكوين نتاعك ما شاء الله قاعد كل يوم يعني فما ناس قاعده تجي تتكون وانت تشجع برشا لي جون وتعطيهم فرصتهم وتقول لهم اجي تعلم وش يهمك في الباقي. وايمات كونفينمون قالتها وقتها حتى قبل قالت لك يعني انا مستعده مجانيا للناس تجي اللي ما عندوش امكانيات يجي يقرا ونكونه ويعطيها الصحه بالحق سي با دوني قال لك. لكن عندك مشروع كانه هكا باش يكون فيه حاجه ممتازه جدا فتح افاق اخرى للناس اللي ربما اللي ظرف ما يلقى روحه في السجن ومن بعد يفقد العمل نتاعو ما عندوش شغل. كيفاش فكرت في الموضوع هذا؟ ساعة أنا أول تونسية على مر الأجيال فكرت نعمل الحاجة هذه اللي هي اللي هي باختصار خممت كما تحكي اللي فما عبيد فيتنا قالت لي كلمة وقعدت تزن قالوا احنا في تونس الناس الكل نعيشوا في حالة صراح
ما تعرفش على روحك وقتاش تلقى الله لا يقدر على يسمع في الحبس معناتها في السجن. ايبا احنا نعرفوا اللي في قانون تونسي كي تشد الحبس دونك لا عاد عندك الحق باش تخدم في وظيفه العموميه حتى في الوظيفه خاصه كي يكون الحكم يعني اكثر من 3 شهور. ايوه حتى معناتها في الوظيفه الخاصه اول حاجه يطلبها عليك بيتخوا دونك كي باش تقعد تبع في السلسله مش تلقى روحك جينيرالمون يدخل واحد حتى على عام حبس على حكايه فارغه بون حكايه فارغه اونتر غومي يعني اللي سبب ما يلقى روحه في السجن بعد يخرج لك مجرم ولا يخرج لك يتعلم لك معناتها حاجه اقل شيء يخرج بطل يضيع خدمته يعني. بطل ولي كونسيكونس نتاع كي تكون ما عندوش سورتو صنعه ولا حرفه اي يعني. بعد بطل يمشي ياكل دونك تمشي فكرت انت في الموضوع شنو باش تعمل دونك انا عندي مركز تكوين في السجن مركز تكوين في حبس الرابطه في حبس الرابطه اول تونسيه امراه ايوه تدخل حبس الرابطه اللي هو حبس نتاع رجال وهوني بالحق شكر كبير للنقيبة ليلى تليلي ومديرة الحبس مدام ليلى جريدي وزارة العدل عاونتني وزارة العدل عاونتني ومديرة الحبس هي امرأة عاونتني دونك باختصار البرانسيب اللي هو شنو احنا باش ندخلوا الحبس رجال اللي هو حبس الرابطة انا باش ناخذ على عاتقي شارج الكل تكوينهم تكوينهم فما مستعدين فما من السجناء فرحانين يعني برشا ماتريال سلعه غلا كوا ما يقلقنيش ليسونسييل انك كي تخرج نهار اخر تلقى عندك شهاده معترف بها من الدوله تلقى عندك ان ستاج باش تعدي بي عايش تلقى عندك حرفه في يدك وصنعه برافو يد برافو اي دونك العامين ثلاثه الاربعه الخمسه سنين اللي مش عاديهم في الحبس انا ما نعديهم لكش حبس نعديهم لك تتعلم احسب روحك اللي انت قاعد تتعلم سلعه ما اخذتها من عندي تخرج تلقى روحك عندك شهاده عندك برشا حاجه يعطيك صحه سيرين بالحق مشروع حاجه ان شاء الله تنجح ان شاء الله ان شاء الله لانه هي نقولوا احنا الفكره مهمه جدا وتنفيذها ماهوش سهل لكن نتصور كما قلت كي تظافر جهود الناس كلها تلقى الابواب مفتوحه من المشرف كانت لاهي بها قبل الدوله ايوه كانت لها بها قبل الدوله فما التكوين بطبيعه الحال يعني لا وسيرين انت صغيره ربما كان فما الشارع 9 افريل فين السجن القديم السجن المدني الحبس الجديد فما اللي بجنبه هذاك الاكسبوزيسيون نتاعنا حاجات ممتازه جدا من ويزري الخشب من اجمل ما فما وكانت برشا ناس تقف وتشري والله هي ديجا فما هذه حاجه ما نجمش ناكدها تو خاطر مازالت ما توافقتش عليها اما كانت تصير نتخيل معناتها الفكره تكمل تنجح خممنا اللي الحاجات اللي يتصنعوا في وسط الحبس نهزوهم يتباعوا وكل واحد فلوسه تتصرف في كونت أيوة. نهار اللي يخرج يلقى عنده شهاده صنعت يد وعليش فلوس في كونت شكرا لك سيرين شابي ذكرتني بالصفحه نتاعك احنا ايكول دو فورماسيون سافور دور لادريس نتاعنا حي النصر 2 قدام تجاري بانك ايوه بانك هذه عطيتني اشاره للبنك اي رقم التليفون 54 655 566 عاود 54 655 566 خالد شرفني برشا مرحبا بك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله نشوفك في مناسبه اخرى باذن الله سعاد مرحبا بك يا خويا مرابط يعطيك الصحه ما حكيتش برشا لكن اكيد بضحكتك وابتسامتك وحضورك معنا ان شاء الله ترجع لنا مره اخرى مرحبا بك وان شاء الله مشروعك انت وزوجتك يزيد يكبر اكثر يا خويا مرحبا سيده هاله الرياحي مرابط مرحبا شرفتنا بحضورك ويعطيك الصحه وتوا من بعد يذوقوا جميع ويعطيوا فكره هيثم خاصه وعمار قالك يحبوا يذوقوا شويه حلويات خاطر يبداو يحسوا في روحهم هكا فقدوا النشاط باش يزيدوا ينشطوا اكثر سميح شرفتني برشا بوزويت بن عبد الستار يعطيك الصحه اختي يعطيكم الصحه ربي فضلكم على الاستضافه اسمك العازب اسمه سليم عاقل ولا هيك هو ذاك المساند الرسمي داتيلا 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 ربي يفضله ان شاء الله ربي يبارك سيبي سي عبد الروف الرياح اللي قاعد واقف معايا برشا عباره اب ثاني لي سامحني سي معز بلي باش نزيد نشكر حتى انا نحب نشكر كل من ساهم معايا وعاونني حتى بوقفه بدعوه نشكر زاد المصمم تاع الاتيكيت اخت زوجي راتي صحة مروه بن عبد الستار نتمنى لها توفيق ونجاح في العمل تاعها يعطيكم الصحه الكل شكرا شرفتنا يعطيك الصحه الاخت سميره قزقز بارك الله فيكم ميرسي بوكو ان شاء الله ديما عنا ابداعنا وعنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله طموحنا و ربي يوفقك عايشك يا سيدي بارك الله فيك ريما زود شكرا ليك عايشك عايشك تقابل السبت الجاي ان شاء الله اسكو في الاستوديو او خارج الاستوديو ان شاء الله ربي شاء معنا وان شاء الله ربي يحمي بلادنا هيثم يعطيك صحة ايضا عمار يعطيك صحة رامي كيف كيف سيرين حبيت نشكرك انت نشكر ريم نقول لهم تابعونا على خاطر عندنا برنامج ان شاء الله جديد نتاع تكوين انا وريم في البانتور
نشكر بابا كل عادة ونشكر الناس الكل و... شكرا لكم الناس الكل. شيء طيبة، إلى اللقاء. في العتيق.